كيم يونغ أون الخليفة الأعظم البالغ العشرينات من عمره والذي يتبوأ الحكم خلفا لوالده كيم يونغ إيل لم تعرف عنه درايته بأي خبرة عسكرية أو إدارية حتى اختير قبل 3 أعوام ليكون الوريث المنتظر. ما نعرف عنه هو أنه ينتمي إلى جيل جديد وأنه درس في سويسرا، فهل هذه المعطيات من شأنها أن تغير من الوضع في كوريا الشمالية؟ تعهد الجيش الكوري الشمالي بتقديم الولاء لكيم يونغ أون، وهذا يعني أن الانقلاب العسكري ضده غير وارد لأن الجيش يساند كيم يونغ أون. مرحلة ما بعد كيم يونغ إيل ستعرف قيادة جماعية بدلا من ديكتاتورية تتجسد في شخص واحد. كيم يونغ أون سيتقاسم السلطة مع زوج أخت الوالد الراحل ومع الجيش. زوج أخت الوالد الراحل يانغ سونغ تايك كان الأوفر حظا لخلافة كيم يونغ إيل، حيث عين في 2009 على رأس لجنة الدفاع الوطني. لكن بقي أن نعرف ما هو الدور الذي سيلعبه كيم يونغ أون، وهل إن ثمة إرهاصات لصراع على السلطة باتت ملامحه ظاهرة بعد موت الزعيم كيم يونغ إيل. هذه فرضية من بين أخر، وهي تثير ذعرا لدى كثيرين لأن عدم الاستقرار عواقبه خطرة جدا على مختلف الأصعدة بسبب الملف النووي. قلة خبرة الزعيم الشاب يخشى بعضهم من أنه سيسعى إلى محاولة فرض قوته عبر استظهار العضلات. كانت تجربة إطلاق صاروخ يوم الاثنين بمنزلة تحذير للغرب عدم التدخل في شؤون كوريا الشمالية خلال الحداد، ويظل من غير المرجح إجراء مزيد من التجارب النووية ما لم تكن هناك أسباب قاهرة. على أي حال، هذه الجعجعات كانت وسيلة اعتمدتها بيونغ يانغ، حيث كانت دائما تلعب في صالح البلد من خلال التخويف. لكن البلد الذي يصرف أموالا طائلة في سباق التسلح النووي يعاني من أزمة مالية تضرب كاهلة، حيث إن 6 ملايين مواطن بحاجة إلى مساعدة عاجلة. في مواجهة التحديات، ما هي الاستراتيجيات التي سيعتمدها الزعيم الشاب؟ هل سينقل النموذج الصيني، حيث تعتبر الصين الشريكة التجارية والتي تقوم بحزمة إصلاحات اليوم؟ أما كوريا الجنوبية فتتوقع ظهور ما يسمى بربيع كوريا الشمالية.